حصل وما حصلش. اوكي احنا هنخلوكي ترمي التاج ده وتجري دلوقتي. اوكي اهدي عليه. يلا اسالي يا ندى. سرقتي حد قبل كده؟ ما حصل. زوختي من دفع الحساب قبل كده وانت صغيره؟ مثلا اكتشفتي مثلا ان انت طلبتي اكل في المدرسه او حاجه من الكانتين وما عندكيش فلوس فقلتي هحاسب بكره وزوختي؟ لا خالص، انا الحاجات دي مثاليه فجاه كده ملك الجمال بقى، يعني خش في حاجات تانية. اوكي لا فكي كده وارمي البتاع ده ويلا كده يلا بحباحي. اوكي 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 اوكي. لا لا يعني قبل التاج ده كنت بتعملي كده؟ لا لا والله التاج يغيري بس. تمام. الله انا اهو ما اتغيرتش. خنصرتي من ابوكي فلوس قبل كده يا بنت وانت رايحه الدرس؟ اكيد. اه كده جوه على طول يعني حتى ماشي على الدرس يا شيخ. كلنا خنصرنا. طيب عاكستي راجل قبل كده؟ لا خالص. ما عاكستيش راجل قبل كده؟ طب يعني ماشي بلاش المعاكسه بالشكل الفج يعني، لكن مفيش راجل اللي اعجبت بيه فبصيتي له؟ عارفه ده؟ بصيتي له؟ لا 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 هي اعدام عندها. ايوه هو ده. يعني اه اكيد بس حصل يعني بصيتي له حاولتي تلفتي انتباهه عملتي كده شويه اي كونتاكت بينك وبينه؟ ما تقوليش ما حصلش عشان مش هصدقك يا بنت. ده انت شكلك بصي باين من عينيكي مدوبه وثلاثه. لا والله يعني لا انا يعني بحاول اللي هو لا مش ببين يعني، ممكن ابقى قاعده كده واللي هو ايه يعني انت خد بالك انت لو بصيت. اوكي بلمع التاج عشان الريفليكشن يخزق عينيه يعني ليا طريقه كده، بس لا ما احبش اقوم اعمل حاجه. لا يونا احنا بنقول لك قومي خديه بالحط. يعني ما بينش. لا ما بحبش يعني ابين قوي. طب ولو ضاع منك هتجيبيه منين؟ خلي سرك ينفعل. بزعل بعد كده والله. بس خلاص زعلتي كم مره؟ لا ما ذلك انت يعني هي مولوده كده ده زعل اللي هي فيه ده زعل. يعني انت فيكي امعاء زينا. يعني مش عشوائي. انت متخيله ان البتاع انت نفسها ده اعرض؟ وريني كده مصرانك انا عندي. انت ما عندكيش غير الغليظ. غليظ ده هو عرق ماشي. دي بيظهر لها مرهم بتكبر على طول. ما بتاكلش زينا. طيب رقصتي قدام المرايه انت لوحدك قبل كده؟ ما تقوليش لا. حصل طبعا كلنا عملنا اكيد كده. احلى وقت يعني اول ما بحس كده ان انا زهقانه بقى وكده على طول بقى تقومي بقى تشغلي مهرجانات ويا ايوه. لا دي عملتها كتير قوي بصراحه، لان انا من النوع اللي ما باينش لو متضايق او حاجه ما باينش، ما بعرفش ابين، بس ابين بقى يعني ما بحبش النكد قوي، فتلاقيني بقى ابتديت ترقصي بقى مهرجانات وتشكلي وكده. ايه ده كلها هيك بتشكلي فين؟ مش عارفه بس بشكل يعني. مفيش مدرس بيهتم بالموضوع ده؟ لا ما يعني هتكوني بتشكلي حروف بتشكلي في الرقص. ايوه ما انا بشكل بس يعني بتعملي بقى اللي هي اللفيفه و... بعمل بتعملي اللفيفه وكده يعني. بحاول اعمل ده. تعملي الدرب المدح والغرزه الضيقه. ده غرزه ضيقه جدا. ده ضيقه قوي. ده ضيقه يا انجا انت بترفقيها ازاي؟ ضيقه قوي. حاولت اعملها بس فشلت بصراحه. الغرزه انا هعلمها.